السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن موضوع شاحنة الأوبس. شلون تعرف الشاحنة؟ شلون تعرف البطارية ساعتها؟ وشلون تقدر تعرف تشيك مثلا قوة المقاومة الداخلية للبطاريات من خلال شاحنات الأوبس الذكية؟ بالنسبة للبطاريات الليثيوم، أخوان مثل ما تشاهدون حاليا قدامكم، احنا وضعنا 8 بطاريات بالشاحنة. حاليا نجي على الاختيارات، هسه تلاحظون هنا عندي اكو اختيارات، عندي هواي موجوده. راح ابدي باختيار الشحن. هسه حاليا هذا هنا تشارج، حاليا الشحن. من ابدي اضغط على الشحن ايش تطلع عندي؟ تطلع عندي حاليا الفولتيه مال البطاريه. كل بطاريه لها فولتيه خاصه مالتها، يعني ساي البطارية 3 45 43 43 43. نجي على البطارية الثانية، نجي هنا 3 29 30 30 32. لما نجي على البطاريات، على البطاريات نجي نلاحظ انه شنو عندك. عندنا حاليا بيها اربع قياسات. عندنا القياس الاول اللي هو الفولت، بدي اشاهده قدامكم القياس الاول. القياس الثاني اللي هو الملي امبير، سعه البطاريه الداخليه، اي من خلال الديسبلاي تضغط عليها راح تشاهد عندك الملي امبير. هسه حاليا هنا عندنا هاي البطاريه بدات تشحن، هستوها ما صار لها اقل من دقيقه، فهسه حاليا بدات تصعد الملي امبير. من يكتمل الشحن يوصل الى 4.2 فولت، يعني 4.2 فولت، راح البطارية توقف عن الشحن وتعطيك بالانجليزي تكتب لك انه البطارية فولت، يعني زين. هنا نجي على الوقت، الوقت هنا المتبقي من الشحن، يعني قد صارها تشحن البطارية. هسه حاليا الوقت صفر، لان هسه بدينا بالشحن. نجي على المقاومة الداخلية، حاليا نص ملي امبير بالنسبة للمقاومة الداخلية بالملي امبير. فهسه حاليا عندنا هنا بالثانية شحناها، تلاحظون الفولتية مالتها هسه حاليا بدها تشحن هي. الملي امبير مال هاي هسه حاليا بدها تصعد، تلاحظون 86 87 86 93 93. صار لها 11 دقيقة من بدأت الشحن. المقاومة الداخلية ما زالت هي نفس المقاومة الداخلية بعد من غيرها، لأن لما تكتمل الشحن يلا تقدر تعرف المقاومة الداخلية البطارية. هسه نلاحظ الفولتية الأمبيرية، ملي أمبير بدأت تصعد، تلاحظون تصعد عندنا هنا الأمبيرية، تلاحظون شلون صعد. هنا عندي صار لها دقيقة، هنا صار لها 11 دقيقة، هنا المقاومة الداخلية بعد ما مكتملة، هنا بعد ما مكتملة، لما تكتمل تبين. من تكتمل عندي تلاحظ شلون يصير عندي، يصير عندي بهاي الطريقة. هسه هذا الباتري مشحون راح أخليه، من يكتمل عندي شحن ينطيني. هسه حاليا هنا انطاني شقد؟ انطاني الفولتية 4.13، الفولتية هنا 4.13 الفولتية. من يكمل الشحن مالته ينطيني فول، فولت. فهاي بالنسبة لشحنات الأوبس. هسه حاليا احنا نشحن بدنا نشوف النتيجة الشحن. هسه الفولتيات قلنا 3 و36 الملي امبير، 100 ملي امبير بدها تصعد شوي شوي، تاخذ لها ساعتين 3 ساعات لحد ما تطلع عندك. بعد ما نكمل معلوماتها وتنشحن البطارية فول، تنشحن البطارية فول، هنا ايش تعطيني؟ تعطيني القدرة مالتها. اجي انقل القدرة اللي مكتوبة هنا عندي اللي تظهر عندي الساعة مالتها، لما اغير الساعة مثلا هسه عندي، هسه لحد الان عندي الساعة هنا مثلا، هنا الساعة عندي تلاحظون مثلا 100 او هذا، اجي انقلها اكتبها هنا على البطارية، اجي اكتبها على البطارية مثل ما احنا كاتبيها بهاي البطارية، هنا اجي انقلها، اجي اكتبها بالبطارية. هنا شلون احنا مكاتبيها بالبطارية؟ احنا كاتبين الساعة مالتها، فتجي تكتب الساعة مال البطارية على البطارية، تكتب مثلا تنقلها من الشاشة ايش قد الساعة مالتها، مثلا اقدر مكتوبة هنا أنا مثلا ساعتها 1920، تكتب 1 1 9 2 0
هاي هاي القدره مال البطاريه. سجلها عم شنو لما تيجي تخليها بالباك توضعها بالباك ويا اختها، لابد وين تكون وحده نفس الرقم مقاربه لها، ما ممكن تخلي 1920 مقابل وحده 1420 او 1320، لان البطاريه شيء اكيد راح تاخذ اقل امبيريه، اما الاعلى ما راح تاخذ. فلما تقرا من سوي موازنه بين البطاريتين بين اثنين، تخلي بطاريتين بالباك هنا ما راح تقدر تقرا عندك القيمه العاليه، تقرا عندك القيمه الواقعه، فلذلك لازم تكون القيم متقاربه، لان اذا خليت 1920 1420 راح تروح عندك 400 ملي امبير، راح تروح يعني نص امبير تروح من البطاريه، واذا انت عندك 100 بطاريه اذا ضيعت 50 امبير او 40 امبير او 30 امبير من قدره البطاريه، فذلك هاي العمليه انتبهوا لها دائما انه شحن البطاريه من تشحن تسجل معلوماتها. ليش الاجانب يسجلون معلومات البطاريه؟ عمود لما يخليها بالباك داخل الباك مالتها ويا اخذها بصفين كل اثنين يحملوا ببعضهم، هنا لازم تكون ارقام متقاربه. ليش؟ عمود يستفاد من قيمتهم، يعني مو وحده مثلا عمرها نقدر نقول قدرتها مثلا 4 او 2 امبير والثانيه امبير، وخلي وحده صف اللوخ شيء اكيد راح تقرا عندي امبير، راح يصير عندي بطاريتين امبير واحد، هاي ما تقرا الزايد، تقرا عندك اقل شيء، فانت من تخلي اقل شيء واعلى شيء راح تقرا اقل، فراح توازن عندك الامبيريه، فهاي بالنسبه للبطاريه.